من 5000 ل 50000 سنه. فاذا المياه قديمه وتكونت لما كان في امطار في فترات دي، فبالتالي يجب في مشروعات التنميه اللي هتستخدم مياه جوفيه يكون في دراسات جدوى حقيقيه للاستفاده من هذه المياه. والمفروض ان المناطق الصحراويه ما تبقاش مناطق تنميه ونقل مجتمعات عمرانيه جديده معتمده على الزراعه بالدرجه الاولى، لان المناطق الصحراويه ما هياش للزراعه بالدرجه الاولى. اه في ممكن يزرع فيه بس تبقى زراعه تكميليه للانشطه اللي هناك، هيبقى في نشاط تعليمي، نشاط في جامعات، في مستشفيات، في غيره، لكن ما يبقاش الزراعه ونبقى مجتمع زراعي في قلب الصحراء، ده مخالف للطبيعه يعني. طبعا هنا بعدد السكان، انا يعني احنا ما شاء الله العدد عندنا مشاكل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه خصوصا يعني بعد السد العالي، لكن بنحل هذه القضيه بزراعه الارز في الدلتا. عندنا في الدلتا او في الوادي قنوات الري، عندنا اكثر من 30000 كيلو متر قنوات ري، دي قنوات مكشوفه، وفي 20000 كيلو متر قنوات صرف زراعه، يبقى العدد الكلي اكثر من 50000 كيلو متر. احنا بنقول 50000 دي كده لان ده بالنسبه لنا كمصريين بالذات ان اي مياه سطحيه هي مكان لرمي القنابل حتى لو كان ظهر من نفسه، وبالتالي التلوث في هذه الاماكن ده مشكله كبيره موجوده بتواجهنا دلوقتي، وخصوصا لما كان عدد القرى في مصر ان 50% من القرى في مصر على الاقل ما عندهمش صرف صحي، وبالتالي في الحاله دي كانت المجال المائيه السطحيه سواء المصايف او ترع او نهر النيل نفسه كان كل المجال دي بتصب في النيل، ما فيها منها مصرف السيل في اسوان اللي بيصب فيه النيل مباشره، والمياه بتاعته بتصل الى جميع محافظات مصر، ولذلك هذا مصرف السيل والميه بتاعته لما عملوا المواسير عشان الرئيس كان رايح يزور اسوان على اساس يقلل الريح شويه، لكن يظل الكميه هذه المياه هي مياه صرف زراعي وصحي وصناعي. وفي النيل في اسوان وبلدات موقع النيل، فدي كانت يعني مشاكل. طبعا القرى اللي ما عندهاش صرف صحي برضه، ولذلك مشروع حياه كريمه لو فقط عملوا صرف صحي فقط هيبقى انجاز، يبقى على الاقل حللنا هذه المشكله لو صرف صحي فقط. وطبعا يعني بيجينا نمو المشاكل بعد كده. المراكب النايل كروزز الموجوده عندنا 300 مركب، اللي فيهم واحد كان في الاقصر من يومين. هذه المراكب ايضا في منها جزء من التلوث، دي من المشاكل. احتياجاتنا المائيه طبعا بجانب الزراعه، المدن الجديده كلها عايزه مياه، لو مجتمعات عمرانيه جديده بما فيهم العلمين والعاصمه الاداريه والجلاله وكل عندنا 24 مدينه بتبنى الان، دي كلها عايزه مياه. والمياه هنا سواء لو قريبة من النيل هيبقى الاقتصادي ان هاخد من النيل، لو مياه النيل واصلة او فيه اي ترعة او اي قناة واصلة جنب المدينة هيبقى ارخص بكتير ان هاخد من النيل. يعني لو قلت بلاش تاخد من النيل واعمل محطة لتحلية المياه هتبقى مكلفة، وانا بوفر المياه للزراعة والزراعة مش هتجيب التكلفة دي. فاذا المقياس هو برضه التكلفة الاقتصادية، لو النقل مكلف يبقى نعمل محطة الساحليه، وفي الغالب ده في المدن الساحليه البعيده. الحقيقه هنا زي حضراتكم تشوفوا في الصوره اللي على اليسار دي صوره من ايام فقط للمدن احدى المدن الجديده ابو قير الجديده. هذه المدينه تم ردم البحر واتعملت مدينه جديده. وهذه المدينه الجديده حضراتكم تشوفوا الصوره من 3 سنين ما كانتش موجوده اللي على اليمين، وبعدها هذه المدن فهي بتحتاج مياه، فبالتالي ده ضغط على استهلاك المياه. المشروعات الزراعيه الكبرى ايضا وهي دي بقى الاستهلاك الكبير. المشروعات احنا عندنا الحقيقه في ايام السد العالي كان في مشروعات زي التحرير والنمريه وهذه الاماكن، السد العالي كان كفيل لانه وفر المياه بالفعل وما كانش فيه مشكله في المياه. بعد كده في نهايه التسعينات عملنا 3 مشروعات كبرى، كشك وشارع العوينات وترع السلام، وعملنا البنيه التحتيه بتاعتهم، ولكن للاسف لحد سنوات قليله كان في بعضهم ما كانش وصل ل 10 20% من المستهدف. حاليا شارع العوينات وصلت الى المستهدف تقريبا. حاليا توشكا وصلنا الى حوالي 50% فقط بعد اهتمام الرئيس من سنتين،
وعمل الفرع الرابع والجيش دخل بتقله، فوصلنا ل 50%. من ثلاث سنين ما كانش معمول 10% في توشكا اللي مصروف عليها باسعار النهارده حوالي 100 مليار جنيه. نفس الشيء في درعه السلام. درعه السلام بداناها في نهايه التسعينات، وبعد كده من سنتين افتتحنا محطه بحر الوايل ووفرت 2 مليار متر مكعب بالفعل موجودين هناك، لكن للاسف ما فيش زراعه حتى بعد بحر الوايل ما اتعملت. في حوالي 50,000 فدان مزروعين ما زادوش، يعني محطه بحر الوايل دلوقتي ما يعني اعتقد انها ما بتشتغلش، لان لو هتشتغل الميه اللي هتطلعها الفدان دي، فده مشروع محتاج ايه المشاكل اللي موجوده في سينا علشان نستثمر هذه اللي هي خلاص محطه اتعملت وبتشتغل وممكن تشتغل، فمستنيين ايه بقى بعد كده؟ وفي نفقين بيجي لهم مياه عذبه من المياه دي مباشره، فاصبح المياه متوفره في سينا، باقي فقط ان احنا نشغل التنميه، والتنميه هنا مش لازمه زراعيه، يعني ممكن ازرع جزء بلاش نص مليون فدان، لو خمسه لو 100,000 فدان كفايه، ولكن يبقى في مشروعات اخرى صناعيه او غيرها. بالنسبه لبحر البحر دلوقتي 2 مليار متر مكعب دي ريوز ريوز للاجريكلتشر هيوج، دي ما اقدرش اقول ان هي سورس ريسورس بالنسبه لي، دي ريوز. هقول لحضرتك محطه اتكلفت 20 مليار جنيه من سنتين بسعر النهارده يبقوا تقريبا 50 مليار. المحطه دي لها عمر افتراضي عدى منهم سنتين، لو انا مش هستغلها كل سنه بتمر بدون استغلال ده خساره، بعد 40 سنه المحطه هتكون راحت وما اشتغلتش. المحطه المفروض دلوقتي انها تشتغل علشان استفيد من المايه بتاعتها، المايه دلوقتي داخل سينا والمايه جاهزه للزراعه حاليا، حاليا خالص حاليا. اذا ده احنا بنقول في مشروعات زي شارع العينات وصل الانجاز فيها الى 100% دلوقتي، بل زدنا كمان في الجزء، لكن تشكى 50%، ترعه السلام ما وصلناش فيها ل 10 20%. وهنا ده رغم المصاريف اللي احنا صرفناها في السبعينات، والمصاريف اللي احنا صرفناها اخيرا بعد محطه بحر الوايل بالتكلفه باسعار النهارده 50 مليار لوحدها، وفي قنوات لهذه المحطه، وفي محطات كهرباء خاصه بها، وفيهما محطات رفع، وترعه السلام نفسها اللي واصله دير العبد، دي كلها تكاليف تصل الى 150 مليار جنيه. يجب ان احنا نشوف ال 150 مليار دول شغالين وبيجيبوا كام بقى دلوقتي. وهنا يجب ان احنا نستغل كل ما مين صرفناه ان احنا نشوف. فاحنا هذه المشروعات طبعا هذه المشروعات خدت ميه، يعني بحر البقر هيعمل ريوز ل 2 مليار، وفي 2 مليار اخرى من مياه النيل النقيه وتخلط بيبقى ب 4 مليار يبقوا نص مليون فدان. هذا هو التخطيط وده موجود بالفعل. ده اساسا من الاصل، يعني ده انا ما جاليش زياده، ده كان موجود اوريدي من الريسورسز بتاعتي. يعني انا ده 2 مليار ايوه فعلا 2 مليار ايوه ده ريوز، بس انا صرفت 50 مليار دلوقتي وصرفت 150 مليار عشان استخدم الميه دي، ولو ما استخدمتهاش يبقى في خساره كبيره. يعني ده اللي انا عايز اقوله، احنا صرفنا لازم نشتغل ولازم نشوف ايه المشاكل اللي فينا ونستغل هذه الاراضي سواء في زراعه او في غير الزراعه. الحقيقه وصلنا رغم محدوديه المياه من السبعينات الى الان الا ان احنا وصلنا الى مساحه الاراضي الزراعيه الان اكثر من 10 مليون فدان. هذا انجاز ايضا للباحثين في مصر سواء في مجال الزراعه او في مجال الري او في مجال الطاقه، لان الكل مشترك مع بعض. فاحنا نزل 10 مليون فدان رغم محدوديه المياه بهذا الشكل، وانتاجيه الفدان تضاعفت الان، انتاج ال 10 مليون فدان يساوي 18 مليون فدان، ومصر من احسن 10 دول في العالم في انتاجيه الفدان الواحد. الفدان القرص بينتج الان حوالي 4 من 3.5 ل 4 طن، من 3 4 سنين كان بينتج 2 طن. ده في القرص وده في القمح وده في والناتج ايه؟ الناتج موجود في بيوت المزارعين وفي الشركات. بيبقى في مشاكل في السياسه، بيبقى في مشاكل في السياسه في السياسه نفسها في الاداره، المشكله في الاداره. الرز موجود في المنازل وهيطلع بقى دلوقتي لان الرز الجديد على وشك انه هيبقى الرز هيرخص الايام اللي جايه ان شاء الله. الحقيقه هنا ايضا لما نشوف دلتا النيل في السبعينات، رغم ان احنا في تاكل للدلتا من البناء على الاراضي الزراعيه وخصوصا مع ثوره يناير، احنا فقدنا اكثر من نصف مليون فدان من احسن الاراضي في الدلتا، ولكن توسعنا على الهوامش. شايفين شكل الدلتا دلوقتي؟
الدلتا دلوقتي بقى هتبقى مستطيل، مش يعني الاول كانت المثلث المقلوب، دلوقتي بعد التوسع شايفين الهوامش في الشرق وفي الغرب، ومشروع الدلتا الجديده على اليسار، ووصلنا لحد العلمين. لا ما هو في مباني، احنا بص هقول لحضرتك دلوقتي، احنا بنينا 500,000 فدان داخل الدلتا، وزرعنا 1.5 مليون فدان حوالين الدلتا اللي شايفينهم الخط الاسود اللي بلاك، وهنا المشروع اللون الاسود ده منخفضات توشكا، لما بيبقى فيه فائض في النيل، لما يبقى بحيره ناصر مملوءه بنفرغ الزياده في منخفضات توشكا. هذه المياه الحقيقه لا تستخدم وبتتبخر، يمكن بدأنا من 2020 وبعدها 2021 البحيرات زادت، لأن برضه فرغنا مياه أكثر في 21 في نفس الاتجاه في 22 وفي 23. يعني هنا لما نشوف دلوقتي آخر صورة في 23 وفي فبراير 23، شايف البحيرات قربت إنها تلتحم مع بعضها من زيادة مياه بحيرة ناصر وتفريغها في انخفاضات توشكا. الحقيقه هنا برضه ده سؤال، هل المياه فعلا احنا بنستخدم المياه زياده؟ لا، انا اتوقع السنين الاخيره ان المياه المخصصه للزراعه، يعني وزاره الري خفضت هذه المياه، احنا المفروض 55.5 مليار، انا اعتقد يعني اقل من 50 بكثير اللي كان بيستخدم بالفعل، وكان بيتم توفير مياه في بحيره ناصر، بحيث ان لما بيجي الايراد الجديد ما بيلاقيش مكان. وبالتالي هنا لا، كان ممكن يبقى فيه اداره احسن من كده. بحيرات توشكا دي فيها 50 مليار متر مكعب نزلوا فيها خلال الاربع سنين اللي فاتوا. ولما نشوف الكلام ده احنا بنقوله لبعض، يعني هنا ما بنقولوش في الاعلام لان ده يعني يعمل مشاكل، وخصوصا الاثيوبيا بتلاقيها، لكن لازم احنا كباحثين ومسؤولين لازم نعرف هذه الحقائق. احنا بنقول محطه بحر البقر بتعالج المليار متر مكعب من الميه ب 10 مليار جنيه. لما احنا هنا في مايو الماضي، صرفنا في توشكا 5 مليار متر مكعب. رغم ان عارفين ان سد النهضه هيخزن على الاقل 20 مليار. ومع ذلك اذا المياه منصوره، هذه المياه ليس لها اي استفاده. اللي حضراتكم شايفينها باللون الاسود ما لهاش اي استفاده نهائي. ومشروع توشكا الاخضر ده بيروى من قناه اخرى اسمها قناه الشيخ زايد، وفي محطه الرفع لهذه القناه من بحيره ناصر مباشره، والاثنين بيتقابلوا فوق بعض عاملين صحاره تحت المفيض، ده ملوش علاقه بده. فاذا البحيرات اللي امامنا دي ما لهاش اي استخدام. طبعا ممكن الواحد يقول لا هنحقن المياه الجوفيه والكلام ده كله، لكن الحقيقه المياه كلها للبحر كان محتاجه اداره افضل من كده. معلش احنا لما نعرف يعني بعض العيوب نصلحها. الحقيقه هذه المياه كان في مشروع لاستخدامها. يعني ما ينفعش البحيرات دي تتعمل حواليها مجتمعات زراعيه؟ لا، هو هنا بقى الحل ده ان مجموعه البحيرات دي لو عملت منها قناه هتنزل على الواحات الخارجه بفعل الجاذبيه، لان هذه المنطقه اعلى من الخارجه ب 70 او 80 متر، وبالتالي المياه هتجري، مش هحتاج رفع زي النار الصناعي. وفي الحاله دي وممكن زراعه 1,000,000 فدان على جانبي هذه القناه، واخفف في الواحات الخارجه، اخفف عن الخزان الجوي اللي بيستخدم منذ الاف السنين. ولكن يعني ده فكره وقدمت للمسؤولين ومش عارف وصلوا فيها لحد فين، لان هذه المياه اللي في البحيرات ليس لها اي استخدام نهائي، لانها منخفضه اعلى من بحيره ناصر، مش هنقدر نطلعها تاني. وبالتالي كان لا، كنت انا اشوف ارض منخفضه عنها واعمل منها قناه وتوصل ليها، وخصوصا ارض الواحات الخارجه، اراضي التفريغيه، واصلا الواحات الخارجه من الواحات الزراعيه اللي هي بتزرع بالفعل، وبالتالي كان ممكن نزرع على الاقل 500,000 فدان من هذه المياه. وممكن نعمل بقى ايه؟ مش طبعا مش هنعمل فيها ضربه، هنعمل بوابات وننظم العمليه بحيث ان المشروع الزراعي الجديد يبقى في الواحات الخارجه من بحيره ناصر من هذا المكان، لان احنا لما بنتوسع في الشمال، يعني مشكله المشروع الدلتا لما توسع واجيب له ميه من السد العالي هيعمل لنا مشكله في نهر النيل، ان نهر النيل مش هيقدر يتحمل ضخ مياه اضافيه من السد العالي. مياه النيل اللي بتضخ حاليا هي على قد المساحات الزراعيه في الصعيد وفي الدلتا. لما اقول لهم مثلا ضخوا 5 مليار كمان عشان اخدهم للدلتا غرب اسكندريه، النيل مش هيتحمل، هيبقى في مشكله. وبالتالي لما تاخدهم من بره، ولذلك دي كانت ميزه في مشروع توشكا، انك تاخد الميه وما تحملش النيل حاجه، خدها من قبل الميه ما تمشي في النيل بعد اسوان.
وده ميزه المشروعات اللي كانت تتعمل في جنوب مصر. ده مشروع العوينات يعني، وهنا محطه بحر البار، والحقيقه هنا حتى هنشوف الاراضي الزراعيه اللي في سينا على اليمين، هنشوف حتى بعض انشاء المحطه ما حصلش اي تقدم في المساحه الزراعيه، لان مليئه بالمشاكل، وربما مشاكل مع سكان سينا، مشاكل اخرى مع بقيه المصريين من الوادي والدلتا اللي راحوا اشتروا هناك، برضه في بعضهم بيبيع تاني بتاع، في مشاكل اداريه. ازاي ندير هذه الاماكن لكي تعمل؟ نفس الشيء في توشكا. في الدلتا الجديده، مشروع الدلتا الجديده برضه مشروع عملاق، ومطلوب يزرع 2.2 مليون فدان، ده رقم ضخم. لو هنزرع في الصحراء المساحه دي معناها عايز 15 او 20 مليار متر مكعب. صح ان انا وفرنا، هنعالج في محطه الحمام هتوفر 2.5 مليار، بس لسه محتاج كميات كبيره. مشروعات الحقيقه مكلفه للغايه، هنا برضه محتاجه الجدول الاقتصاديه، هل المشروع بعد ما انفذه هزرع ايه نجيب الانتاج ده؟ والحقيقه في احد اساتذه كبار المحاصيل بقول له ايه المحصول اللي زرعه يغطي المشروع النهر الصناعي بيتكلف 160 مليار جنيه. فبقول لاستاذنا الاستاذ المحاصيل في عين شمس، بقول له ايه اللي احنا نزرعه الحاجه غير القمح، الحاجات اللي بتجيب عائد كبير. قال لي ما فيش غير المخدرات. هي بتجيب تجيب الربح، لكن هي اولا هو اي اضافه لمشروع واضافه قطع زراعيه جديده وبتاع، لكن هنا يعني لا نبالغ في الصحراء ان انا ازرع بتكاليف عاليه وما بجيبش العائد. يعني هي دي بس الناحيه الاقتصاديه، لان في مشروعات اخرى كثيره نعملها، يعني النشاط الانسان مش فقط زراعه. في انشطه عديده يعني. وكمان يا فندم الفدان الصحراوي لو الميه قلت عن الاوقات هيرجع صحراوي. لا وفي مشاكل الملوحه، في مشاكل الصحراء. ايضا في مشروع الدلتا الجديده ومشروع النهر الصناعي، النهر الصناعي عايزين النهر الصناعي والحقيقه هو الدلع. يعني احنا برضه يعني المسميات، احنا عندنا ترعه الابراهيميه اللي حضراتكم تعرفوها، الترعه دي طولها 300 كيلو. ترعه عملاقه. وبتشيل حوالي كميه مياه تكفي ل 10 مليار متر مكعب، بتكفي 1.6 مليون، وعايش عليه 10 مليون. المقصود ايه؟ ان لما نقول ترعه، والترعه اسم وحش، لما نقول في ترعه ابراهيميه ولا الاسماعيليه او غيره يعني ما هياش مشكله، لكن المهم لان التكلفه عاليه جدا واستخدام التكنولوجي والهندسه كان عالي قوي، ففعلا ده النهر الصناعي. ماشي متفقين خلاص. الحقيقه النهر ده عايزين نمر ببحيره مريوم. حاجه ورق العقل، ازاي اللي هعمل هحفر نهر يمشي في البحيره؟ فرجعنا راجمين في البحيره حوالي 150 متر بعرض 150 متر، والطول ده والدك هذا المكان، وحفر الترع فيه. وفيه محطات لرفع المياه، في 22 محطه رفع، لان هذا النهر طالع لمنطقه عاليه اعلى من النيل ب 150 متر. فاضطرينا نعمل 22 محطه رفع. شوفوا عايزين كم محطه كهرباء، استخدام الطاقه، عايزين الطاقه البديله والمتجدده علشان نغطي هذه المشروعات. في تكلفه هائله، وبالتالي بنقول المشروعات فعلا فيها جهد مبذول وفي اموال ضخمه بذلت، ولكن هنا التنفيذ ولا. فمعلش اعذرونا، ده حقائق اموال حضراتكم والارقام، لان في اجزاء طبعا فيه يعني اكثر من 22 كيلو مقطع مواسير، 10 مواسير جنب بعض، قطر المصروع حوالي متر و60 سم. فالتكلفه يعني في اكثر من 100 كيلو مواسير. فيه طبعا الصور الزراعيه، مشروع ال 100,000 فدان صور زراعيه وتكلفه الصور الزراعيه، وده ايضا بيساعد ان انا استخدم مياه اقل وانتاج اعلى. الحقيقه يعني جهود كبيره قامت بها الدوله على شكل احنا عايشين بنفس المحاصيل. فيه وزاره الزراعه قالت احنا السنه اللي فاتت صدرنا 6.5 مليون طن منتجات زراعيه. وطبعا وزير الزراعه بيقول لاول مره، قبل كده كان اقل حوالي 6 او 5.5، لكن بيقول بكام؟ وده المهم، مش صدرت 6 مليون ولا 10 مليون حاجه. العائد كام؟ بيحكيهم بكام؟ 3.3، يعني تقريبا 2 كيلو بدولار. فده لا، ال 6.5 مليون طن خدوا 6.5 مليار متر مكعب. ولو انا بعالجهم واخدين هنا المليار متر مكعب بياخدوا 10 مليار جنيه. اذا التكلفه كبيره. ف
فيبقى ده يخليني لما اصدر اصدر حاجه الكيلو فيها من 5 و6 دولار، ما اصدرش حاجه ال 3 4 كيلو بدولار. ونستورد احنا حاجات ثانيه بقى الكيلو في 5، يعني نستورد الشاي والبن ونستورد الزيت والمسام، كل ده الكيلو غالي. فانا عايزين العكس، اصدر غالي واستورد رخيص، لان انا بزرع بتكلفه عاليه. انتوا شايفين حضراتكم الزراعه مكلفه ازاي، اللي احنا بنعمله في مشروعاتنا دي التكاليف بتبقى عاليه جدا. فلازم لما اصدر حاجه يكون مش هصدر بقى بطاطس وبرتقال والكلام ده، طبعا رغم اهميته لكن رخيص. ما هو 6.5 مليون طن ب 3 مليار دولار، رغم ان الاسعار ارتفعت شويه. بالنسبه يعني بحب بقى نقول القمح وبتاع، القمح النهارده سعره 208 النهارده 238 دولار للطن النهارده. يوم الحرب الروسيه كان اكثر من حوالي 300 دولار، يعني دلوقتي ارخص من، طبعا بعد الحرب وصل ل 450 دولار الطن. لكن انا اقصد اقول ايه، القمح بره موجود والمشكله في الدولار. طب لو القمح بره بقى ب 100 دولار هيظهر لي مشكله عندنا، لان انا ما معيش 100 دولار. فاذا الحل مش ان انا بقى ازرع القمح، ان ازرع القمح على قد ما اقدر ماشي، لكن الاهم ان انا اقول معايا دولارات ولا لا، وازاي اجيب دولارات. لما يبقى معايا دولارات اجيب القمح واجيب غيره لان الكلام ده كله بيصب في المشروعات اللي احنا بنعملها والتكاليف واستخدام المياه. المياه من التحدي الاخير بقى في المياه، ان مياه مصر كلها جايه من خارج حدود مصر، وبالتالي نحن عرضه للمشاكل اللي بتحصل في دول المنابع، وعلى راسها طبعا دلوقتي اثيوبيا ومشروع سد النهضه. مصر يمكن الدوله الوحيده في العالم اللي مياهها كلها من الخارج. لو شفنا السودان نص الميه من الداخل، لو شفنا العراق نفسها مشاكلها مع تركيا 50% من المياه في العراق من داخل العراق، وال 50% الاخرى جايه من الخارج من تركيا وغيرها. اذا احنا في مصر لا، مشكلتنا ان الميه بتاعتنا كلها جايه من خارج مصر، وبالتالي عينينا لازم تبقى على دول المنابع بيعملوا ايه، ولازم متابعين بحيث ان احنا لا نتاثر او يصيبنا اي ضرر من المشروعات. الحقيقه من اهم المشروعات اللي بتقام دلوقتي هي سد النهضه. سد النهضه الحقيقه يعني يمكن انا شرفت اني عملت محاضره هنا في نفس القاعه منذ حوالي ربما 10 سنوات في بدايه انشاء سد النهضه. سد النهضه حضراتكم شايفين هو عباره عن في سد اللي هو على النهر نفسه، ده السد الرئيسي، وفي السد المقوس ده سد مكمل، لان زيناوي اراد ان هو يبني اكبر سد في افريقيا. قافل بعض الزعماء لما يقولوا انا عايز اعمل اكبر مشروع. فجه زيناوي، امريكا كانت عامله له خطه لسدود منها سد النهضه كان اسمه سد الحدود، وكان بارتفاع وسعه تخزينيه، السعه التخزينيه حوالي 11.1 مليار متر. هو قال لك 11 مليار ده كانه بيعمل قناطر ولا بيعمل كوبري. قال لك لا انا عايز حاجه ضخمه، عايز يبقى عبد الناصر الثاني. فقال لهم لا انا مش، قالوا له لا احنا لو رفعنا الميه هتعلى وهتدخل من الوادي ده بالظبط زي عندنا ما في توشك. لو عندنا السد العالي الميه بتدخل ما في توشك عند منسوب 178. فهنا الميه هتدخل عند منسوب لما لو رفع اكثر من 85 متر الميه هتدخل. فكان الحل ان عايز اكبر سد يبقى نقفل الوادي. الوادي اللي هو على اليمين اللي فيه السد المقوس ان يتقفل، ساعتها بقى علي سد النهضه زي ما انت عايز، لانه بين جبلين ومفيش مشكله، ممكن كان يعلوه كمان 20 متر. دلوقتي فهم قالوا خلاص احنا هنقفل الوادي ب 50 متر ونعلي السد عن الدراسه الامريكيه ب 50. المهم بقى اصبح السد دلوقتي اللي قابل ان هو يخزن حوالي 64 مليار، هم بيقولوا 74 لكن الحقيقه هتبقى 64 مليار. الصوره اللي امامنا دلوقتي بالفعل هي اقرب للواقع النهارده. النهارده سد النهضه فيه 36 مليار متر مكعب، المياه وصلت الى منتصف السد المقوس، هو ارتفاعه 50 متر. طول الثلاث سنين اللي فاتوا السد اللي على النهر هو اللي كان بيحجز المياه، المياه ما وصلتش للسد المقوس. السنه دي لاول مره لان خزنوا كميه اكبر من اللي خزنوها الثلاث سنين اللي فاتوا مره واحده. فخزنوا السنه دي 19 مليار، المياه اتجمعت عند السد المقوس ووصلت الى نصه. معناها ان العام القادم ممكن التخزين الاخير لو ما فيش اتفاق ممكن يخزنوه مره واحده ايضا زي ما حصل السنه دي، والميه توصل الى قمه السد المقوس، يبقى كده
السد، لكن هذا السد التقوس ده مخالف للسدود من ناحيه هندسيه. دايما بيبقى السدود تبقى محدبه ناحيه الميه عشان يعني الاتجاه المياه وضغط المياه، يبقى السدود تتحمل يعني التقوس اساسيتنا يعني حضراتكم اعلم مني. فطبعا هذا السد وهو ركامي عباره عن سطور فيه خطوره شديده زي ما يعني هقول دلوقتي. فالسد حاليا شكله زي ما حضراتكم شايفين، الصوره دي من شهور، في فتحتين بينزلوا ميه زي ما حضراتكم شايفينهم، كانوا شغالين الفتحتين دول الشهرين اللي فاتوا، ولما جه ابي احمد القاهره وقال لنا ايه ده احنا هنطول التخزين عشان خاطركم عشان ما نضركوش، كان ايامها فاتح واحده بس، فراح قال لا هنفتح الثانيه رغم انها هتنزل ميه من المخزون بس عشان خاطركم. طبعا المخزون ده 50 مليون متر مكعب في اليوم الفاتحه، في شهر اغسطس بيجي 600 مليون متر مكعب في اليوم. الفاتحه او الاثنين دول ما لهمش قيمه وقت الفيضان، لان الفيضان احيانا بيصل ل 900 مليون. فلما طبعا هو قالوا خلاص ان احنا عشان خاطركم هنمد التخزين، مد التخزين 3 4 ايام في سبتمبر و50 مليون، كلام فاضي طبعا يعني الناس اللي هو عارفين يعني. المهم الفاتحتين النهار شفت امبارح قفل واحده منهم، لانه خلاص البحيره هتملا والميه هتعدي من فوق السد ربما يعني خلال ساعات او تكون نزلت اللي احنا بنتكلم دلوقتي على وشك انها تنزل. فانا خلاص انا هل ده ليه تاثير على منسوب يعني؟ لا.